مرحبا بكم أحبائي، اقتربت الفاينختن يعني أعياد الكريسماس، واقتربت رأس السنة الجديدة، وأغلبكم عنده أصدقاء ألمان أو يعرف ألمان أو جيران ألمان أو يلتقي بالألمان، حتى بالناس للناس التي تعيش بسويسرا أو النمسا. سوف أعطيكم اليوم كيف تهنئوا الألمان أو السويسريين أو النمساويين بأعياد الكريسماس، وهذا الشيء يلطف شيئا ما الجو، يعني نصيحة من عندي، خصوصا هذا اليوم يوم الأحد، وأيضا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يمكن أن تستعملوا هذه الكلمات وهذه الجمل. أيضا سوف أعطيكم كلمات وجمل جميلة تستعملونها ابتداء من اليوم أيضا إذا كنتم ترغبون بتهنئة الناس بحلول السنة الجديدة سنة 2018. إذا أحضروا قلما وورقة ودعونا نبدأ بالاشتغال أحبائي. دائما لتهنئة أي شخص هنا بألمانيا عليكم بهذان الجملتين، إذا كنتم تعرفون الشخص جيدا أو كان في نفس سنكم فإنكم تقولون إيش فينش دير، إيش فينش دير، يعني أنا أتمنى لك. إذا كان جاركم أو الشخص الذي ترغبون بتهنئته كبير شيئا ما في السن فتقولون إيش فينش إينن، إيش فينش إينن، إيش فينش إينن، أنا أتمنى لحضرتكم. فلنبدأ بالتهاني، دائما تقولون إيش فينش دير أو إيش فينش إينن. مثلا أتمنى لك عيد مجيد، أتمنى لك مثلا فاينختن مجيدة إلى آخره، يعني جارك تريد أن تفرحه كي لا يزعجك أو كي يلطف الجو بينكم، تقول له إيش فينش دير فخوة فاينختن، فخوة فاينختن، أو إيش فينش إينن فخوة فاينختن. دير للناس التي تعرفها، إينن للناس التي لا تعرفها. إيش فينش دير فخوة فاينختن. أو يمكن أن تقولون أيضا أحبائي كما تشاهدون هنا، إيش فينش دير فخوليش فاينختن، إيش فينش دير فخوليش فاينختن، فخوليش فاينختن، أو فقط تكتبون فخوليش فاينختن في الاس ام اس أو جروب الواتساب، أو إذا كان عندكم أصدقاء في البي فيسبوك تكتبون لهم فخوليش فاينختن أو إيش فينش دير فخوليش فاينختن. إذا كنتم ترغبون أن تكتبوها دائما هذا الحرف اكتبوه بحرف صغير، أوكي؟ حتى هذه اكتبوها بحرف صغير وليس بحرف كبير، أنا كتبتها بحرف كبير لأن هنا عملت فقط نقاط. إذا كنتم ترغبون أن تكتبوها من غير إيش فينشو دير أو إيش فينشو إينن تكتبون هنا فقط فخوليش فاينختن، أوكي؟ فخوليش فاينختن. يمكن أيضا أن تقولون هذه الجملة إيش فينشو دير فخو فاينختن أند شون فيست تاغ، يعني أنا أتمنى لك عيد ميلاد مجيد وفيستاغ وأيام أعياد جميلة. فيست هو العيد وتاغ هي الأيام، يعني إيش فينش دير فخو فاينختن und schöne Festtage، أو تقولون فقط فخو فاينختن und schöne Festtage، فخو فاينختن und شون فيستاغ، وبذلك تتفادون ايش فينش دير او ايش فينش اينن، تلتقون بشخص وتقولون له فخو فاينختن اون شون فيستاغ، او تكتبونها. يمكن ايضا ان تقولون ان احببتم فخو فاينختن اون بيزينليش فايرتاغ، فخو فاينختن اون بيزينليش
فيطاقة، يعني أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد. وبيزيلش هي كلمة دينية صعب ترجمتها بالعربية، ماذا نقول يعني؟ وعيد يعني بيزيلش، يعني كل هذا الشعور الديني الجميل، كل خشوع يعني، وأيام أعياد كلها خشوع إلى آخره. فروفاينختن und بيزيلش فيتاغا. الألمان يحبونها، اكتبوها للألمان، اعملوا اكتبوها لكل أصدقائكم الألمان على الفيسبوك، على التويتر، على الواتساب، على الإنستغرام، سوف يفرحون وتلطفون الجو أيضا معهم. وإن احتجتم شي طلبية، شي ترجمة، شي كذا وكذا، سيشتغلون معكم، هم يحبون يموتون الألمان في الفاينختن. أيضا تقولون فرو فاينختن und ein gutes neues Jahr. إذا كنت لا تعرف هل سوف ترى هذا الشخص أيضا في بعد الفاينختن، يعني قبل السنة قدوم السنة الميلادية الجديدة، تقول له عيد مبارك مجيد وسنة سعيدة. فرو فاينختن und ein gutes neues Jahr. فرو فاينختن und ein gutes neues Jahr. أو ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. اكتبوها، وقفوا دائما الفيديو تك وتكتبونها أحبائي. عندنا أيضا أحبائي frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Guten Rutsch. Rutsch هي المزلقة، تعرفون الزلاقة، هذه الزلاقة التي يطلع لها الأطفال ويتزلقون فيها. يعني أتمنى لك سنة سعيدة وتزلق، يعني تزحلق جميل إلى السنة المقبلة. غوتن غوتش، وأن تتزحلق، لأنه سوف يتزحلق الشخص من سنة 2017 إلى سنة 2018، يعني كأن الواحد يتزحلق. تقولون فرو فاينختن und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. أيضا يمكن أن تهنئوا أصدقائكم أو جيرانكم أو على الفيسبوك، كما قلت لكم، على اليوتيوب، في أي مكان، تقولون فرو فاينختن und ein gutes neues Jahr. فرو فاينختن und ein gutes neues Jahr، يعني سنة سعيدة، ويعني عيد ميلاد مجيد وسنة جيدة، سنة جيدة، gutes، جيدة. كتمنى له سنة 2018 تكون سنة جيدة. أيضا يمكن أن تقولون أحبائي فروليشه فروليشه فاينختن und einen guten Rutsch ins neue Jahr. فروليشه فاينختن und einen guten Rutsch ins neue Jahr. يعني فروليشه، كتمنى للشخص أيضا أعياد عيد مجيد وتزحلق جميل إلى السنة المقبلة. هناك أيضا يمكن أن تقولون أيضا فقط فروس فيست، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد مبارك سعيد. فروس فيست، فقط تقولون فروس فيست، أو إيش فينشو دير فروس فيست، أو إيش فينشو إينن فروس فيست. يمكن أيضا أن تقولون فروس فيست und besinnliche Feiertage. فروس فيست und besinnliche Feiertage، يعني تتمنى للشخص عيد سعيد، وبيزيلش كما قلت لكم بكل من خشوع إلى آخره. يمكن أيضا أن تقولون فروس فيست und schöne Feiertage، عيد سعيد، وFeiertage هي الأعياد، أيام الأعياد، وأيام أعياد جميلة. فروس فيست und schöne Feiertage. وهذا بالنسبة للأعياد الكريسماس. إذا اقتربت رأس السنة، يعني ابتداء من يوم 27 28 29 30 و31، تقول مثلا للشخص في ألمانيا غوتن غوتش، أتمنى لك تزحلق جميل. غوتن غوتش، تقول فقط غوتن غوتش، أو تقول إيش فينش دير غوت، يعني تتمنى له غوتن غوتش، أينن غوتن غوتش، أو تقول فقط غوتن غوتش.
تزحلق جميل. يمكن أيضا أن تقولوا أعزائي إيش فينشو دير غوتن غوتش إنس نويا يار، أو تقول إيش فينشو دير غوتن غوتش إنس نويا يار. حتى هذه كلمة جميلة ورائعة، أو جملة جميلة ورائعة، احفظوها واكتبوها ابتداء من يوم 27 عندما تنتهي الفاينختن أعياد الميلاد، تكتبون أتمنى لك تزحلق جميل للسنة المقبلة، أو تزحلق جيد للسنة المقبلة. وعندي لكم هنا أيضا مثلا إيش فينشو دي فخوس نويس يار، أتمنى لك سنة سعيدة، سنة جميلة جديدة. إيش فينشو دي فخوس نويس يار، تقولونها أيضا ابتداء من يوم 27 28 29 30 حتى يوم 31، أو حتى اليوم الأول، يعني 1 يناير، إغستا يناير، 1 يناير. يمكن أيضا أن تقولون هذه الكلمة، أو الأسبوع الأول من سنة 2018، يمكن أيضا أن تقولوا هذه الجملة. وآخر شيء يمكن أن تقولوا فخوس نويس يار، فخوس نويس يار، فقط فخوس نويس يار، تقولونها ابتداء أيضا من سنة 2018 في الأول والثاني والثالث والرابع من شهر واحد، من شهر يناير، من شهر يانوار، تقولون فخوس نويس يار. إذا أحبائي، أتمنى أن يكون هذا الدرس أو هذا المقتطف الفيديو قد نال إعجابكم لما فيه من جمل جد مهمة وجد مفيدة. أشكركم على المتابعة، سأكون جد شاكرا إن ضغطتم على الجرس واشتركتم معنا بالقناة كي لا يفوتكم الجديد. سوف نعود إلى دروس اللغة الألمانية، اكتبوا لنا فقط مستواكم وهل ترغبون بدروس أو ترغبون بجمل. انشروا هذا الفيديو، وللتشجيع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم، أحبكم كثيرا، أتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء أحبائي.